مدام. Avec la faculté de médecine d'Alger, nous avons le premier dictionnaire de médicaments en Algérie. هو مش حدث تجاري بقدر ما هو حدث لعودة الكتاب للمواطن. راح تكون فيه معارض أخرى ترافقها وزارة الثقافة في ولايات أخرى خارج العاصمة، وهذه مسألة نركز عليها وضرورية بالنسبة لنا. هالمعارض راح تكون طبعا دائما نتمنى تكون تقدم تخفيضات مهمة للمواطن، لأنه الناس تحرمت من الكتاب وربما انهزمنا منذ سنوات، لأننا لم نعرف كيف نوصل الكتاب إلى الناشئة، إلى الأطفال، كيف نعودهم عليه. اليوم فيه تفكير جاد وعميق في هذه المسائل، كيف يمكن لنا أن نجعل الكتاب في متناول الجميع، وكيف نخلق الحاجة إلى الكتاب أيضاً.